على الطرف الأيمن الآن، مولينا بمشيها، حاول الدخول للعمق، مولينا، أوه، هدف لمصلحة نادي سول الكوري الجنوبي في الدقيقة 85 من عمر المباراة. مولينا بخطأ دفاعي كبير لنادي الاتحاد يجعلنا نعيش أوقات عصيبة فيما تبقى من عمر المباراة. كيف لاعب يجد هذه المساحة ويجد هذه الفرصة لتسديد الكرة بهذه الطريقة في قوس منطقة الجزاء؟ وين لعيبة الارتكاز؟ وين الحضور في اللقطة الماضية؟ شوف 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 مولينا على راحته على راحته على... والله في التمرين ما يحصل على راحته بهذه الطريقة. يعني حينما أخطأ الاتحاد تكتيكيا أخطأ بخطأ